هلا بكم، انا موسى. اليوم راح اوريكم جيم لعبته اونلاين. طبعا الجيم هذا بليتس 3 minutes plus 2 second increment، وخصمي كان 1400 وشوي. لعب فور ولعب ضد سيسيليان. انا من محبين النايدورف مين لاين. هذا الانجليش اتاك، لعب تاكتيكال نايت بي 3. بي 5 على طريقة فيشر، المفروض العب نايت بي دي 7. هذه غلطة، لكن مع البلتس او كوين سي 7، لكن عموما مع البلتس الواحد يغلط. لعب نايت سي 6. الثيم هنا اذا اللاعب الابيض مستعد يهاجم بجنوده نطلع بالنايت وسط السنتر، لكن هنا اللاعب الابيض الى الان مسيطر على الدي 5 او الدي 5، فنايت سي 6 على طول تسمح له يجيب النايت هنا، ومضطر اخر اذا ضرب بالبون لازم ارجع نايت بي 8، او لو طلعت حصاني راح يورط. لكن هنا اغفل المسألة خصمي ولعب جي 4 مستعجل على هجوم جناح الملك. انا ايضا مستعجل، وهنا توقعت نايت دي 5 واضحة، لكن لعب نايت اي 2 اتاح لي ادفانتج قوي. هنا لعبت على طول اي 5، نايت جي 3، اي 4، نايت يطلع على سي 1. كان في اكثر من طريقة، كوين سي 7، كوين بي 8. كان عندي تقريبا الان دقيقة ونص من الوقت، بدل ما العب بي 3 او العب كوين سي 7 او كوين حتى بي 8، لعبت دي 5. للأسف كانت تسمح بشب بي 5 مع الوقت، ما انتبهت، لكن اغفلها ايضا خصمي لعب اتش 4 نوعا ما تفتح هجوم، وهنا سكرت على البشب. البشب كان المفروض يطلع على جي 5، لكن رجع لها اف 2، خطوة سيئة مع الوقت. هنا بي 3 ما عندي تفاهم، سي بي 3، اي بي 3، هنا اي 3 اكيد. بشب بي 4 كانت جبارة، بحيث اني راح اطلع على جناح الملك والبي 3 قوي عندي، ف يضحي بالبشب طبعا. لكن لعبت كوين بي 6، يعني ما كانت افضل خطوة. اتش 5، كوين اي 7، هنا كنت اقدر اضحي بالفيل بعد ما ياخذ، اطلع بالوزير واكمل هجومي او اقدم الفيل وقلعة جاية، لكني فضلت بدون استعجال كوين اي 7. هنا لعب اتش 6، كنت ايضا اقدر امرر الفكرة وهاجم، لكن فضلت جي 6. دافع اولا، حصن دفاعاتك ثم فكر بالهجوم، خصوصا في البلتس. اف 4، بيشوب تيكس اي 3. اف 5، بيشوب بي 4، يبعد الوزير ويفتح هجوم على الملك هنا بحماية الجندي البطل هذا. حتى لو الوزير اخذ البيشوب او عمل اي خطوة اخر الجيم، راح اطلع على الاي 1 بالمات. فهنا لعب كوين اي 2 وطلعت بالمات. أتمنى أنكم استمتعتوا بالجيم هذا، أشوفكم لاحقا، في أمان الله.